في الكويت الشقيقة الحقيقة حصل حاجة جميلة جدا. يعني أحمد نقل مطير، وهتشوفوا صورته دلوقتي قدامكم، ده بطل على الكراسي المتحركة في البرلمبي. التكريم بتاعه كان تكريم أميري، تكريم رائع، تكريم جميل، وهو يستحق والكويت تستحق. يعني بصرف النظر عن المكافأة المادية، بصرف النظر عن حاجات كتير، لكن القيمة والمعنى أتمنى أنه يعني إحنا نستفيد منها. والحقيقة من كام يوم سيادة الرئيس عندنا كان كرم أبطال البارالمبية وأبطال الدورة الأولمبية العادية في مصر كمان، فبنهنيهم وبنهنيه وبنبارك له، وبنتمنى إن شاء الله للكويت الشقيق كل تحية وكل تقدير وكل تقدم بإذن الله. ما أروعك أعجب وأغرب من الخيال، ما أروعك أعجب وأغرب من الخيال، ما أروعك أعجب وأغرب من الخيال، ما أروعك ملك ديك لسحر الجمال، سحرتني ملكتني خليتني بس أتبعك، أكتب كلام أسهر منام لما أشوفك أسمعك، أمير دولة الكويت، وأيضا للشيخ سلمان حمود الصباح وزير الإعلام الكويتي، وكل التهنئة ليهم الحقيقة.